ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا النهارده عامل حلقه جديده، عامل انترفيو مع واحده من اساطير بينج بونج في افريقيا ومصر كلها. معايا معاكم ذا بطرفلاي كابتن دينا على مشرف، فانا كنت سعيد جدا بوجودها معانا النهارده، ورب ابقى دايما عند حسن ظنكم بيا. ولو انت جديد في القناه تعمل سبسكرايب ولايك شير للفيديو، عايزين نوصل لقناه الاكبر عدد ممكن من سبسكرايبرز ولايك اللي ممكن. يلا خش في الحلقة وفي الانترفيو مع كابتن دينا على مشرف. ازي حضرتك يا كابتن دينا، عامله ايه؟ سعيد جدا بوجود حضرتك معانا، ده شرف كبير جدا ليا وللشانل ان يكون معانا واحده من احسن اللعيبه اللي جت على مر التاريخ في افريقيا كلها، فريق البينج بونج وبطله افريقيا ولعبت اولمبياد 2012 و2016. شكرا جدا لوجود حضرتك معانا النهارده. ميرسي يا بودي قوي، ربنا يخليك. والله انا فعلا مبسوطه ان انا معاك النهارده، يعني من الانترفيوز اللي شفتها لك قبل كده انبهرت بصراحة يعني بيك كمذيع ما شاء الله، وإن شاء الله يكون ليك مستقبل كبير. شكرا جدا لحضرتك. كل الناس اللي بيحبوا حضرتك واللي بيهتموا برياضة البينج بونج كانوا عايزين يعرفوا كانت بداية حضرتك عاملة ازاي في رياضة البينج بونج، واشمعنى حضرتك اخترت رياضة البينج بونج؟ هو أنا في الأول بدأت أصلا لعبة تانية، بدأت تنس أرضي مش بينج بونج. أنا مامتي وبابايا ويعني معظم أفراد عيلتي كلهم كانوا بيلعبوا بينج بونج، فأنا مامتي حبت يعني إن احنا نغير أجرب لعبة تانية، فجربت تنس أرضي وكنت ماشية كويس فيها، يعني لعبتها سنة وكنت حباها وكل حاجة. وبعدين مرة بالصدفة نزلت صالة البينج بونج مع بابايا، لأن هو كان ساعتها رئيس الجهاز في النادي الأهلي، فحبيت الأجواء هناك وكل المدربين كانوا يعني بيعملوني بطريقة حلوة قوي، وكلهم كانوا عايزين ان انا اجرب، وبدأوا ان هم يعلموني واحدة واحدة كده حاجات، فحسيت ان انا حابة البينج بونج اكتر من التنس. اليوم ده يعني في يوم كده معين قررت ان انا مش عايزة اروح تمرين التنس وعايزة اروح البينج بونج، ومن اليوم ده وانا مكملة في البينج بونج، ما روحتش تنس تاني. بالنسبة لحضرتك، ممكن حضرتك شايفة ان ممكن تكون عيلة حضرتك عشان كلهم ابطال بينج بونج كده، حضرتك ممكن تكوني لعبة بينج بونج، ولا حضرتك كنت ممكن تكوني حابة اللعبة؟ لا انا بتهيألي عشان انا حبيتها، وبرضو بس عايزة اقولك يعني جزء منها بصراحة ممكن هم برضو كانوا ابطال فيها وكده، عشان يعني اكيد اكيد استفدت كتير قوي منهم كل المشوار اللي هم مروا بيه، يعني قدروا ان هم يفيدوني بتجربة حبيتها اكيد في الاول عشان ابدأها واكون عايزة ان انا يعني احقق حاجة فيها. بالنسبة لحضرتك، ايه البطولة اللي ممكن تكون غيرت كارير حضرتك في البينج بونج وحضرتك لسه جونيور؟ بص، اول بطولة فعلا انا معتبر ان دي غيرت يعني عملت كده نقطة، كانت نقطة تحول كبيرة قوي في الكارير بتاعي، كنت ساعتها كمان كادت يعني اللي هو تحت 15 سنة، مش لسه جونيور كمان. كانت بطولة دولية في اسكندرية تحت 15 وتحت 18 سنة، وكان وراها على طول بطولة أفريقيا تحت 15 وتحت 18، بس أنا ساعتها كنت بلعب تحت 15. فأنا في الأول البطولة الدولية دي حققت فيها كويس وكسبت لعيبة، كانت التصنيف في الدولي بتاعها كان عالي جدا، وأنا ما كنتش أعرف إن هي تصنيف في الدولي بتاعها عالي، كانت من مجر، ويعني كسبت ماتش حلو ولعبت حلو، بس ما كنتش أعرف إن هو مكسب كبير يعني. دي كانت بداية. وبعد كده كمان جت بطولة أفريقيا تحت 15 سنة، والحمد لله أخدت المركز الأول فيها، وكان اللي بياخد البطولة دي بياخد منحة من الاتحاد الدولي، بيسافر معسكرات خارجية وبيلعب بطولة الكادات تشالنج اللي هي بطولة تحدي القارات تحت 15 سنة، فبالتالي يعني احتكيت بقى بلعيبة كتير برا مصر وكده. فتعتبر البطولة بتاعت اسكندرية دي كانت هي نقطة التحول، لأن من أول ما أخدت بطولة أفريقيا كمان أخدت المنحة من الاتحاد الدولي، فكانت نقطة تحول كبيرة يعني. بالنسبة لحضرتك، ممكن يكون إيه الفرق وحضرتك لعبة جونيور والفرق وحضرتك دلوقتي بروفيشنال بلاير؟
الجونيورز يعني الواحد كان لسه مش ناضج قوي يعني، كان لسه كنا لسه صغيرين بقى، فما كانش فيه يعني النضج ده بيفرق قوي في الرياضة عموما يعني. على قد ما الحمد لله حققت حاجات كويسة تحت 15 وتحت 18، بس مع الوقت الواحد بيكتسب خبرات أكتر، لما بيكبر بيعدي مرحلة الجونيورز بيحس إن هو لأ يعني أوكي أكيد في حاجات تانية بتبقى غير المكسب والخسارة الواحد بيفكر فيها، الواحد بيبدأ يفكر إن هو إزاي يستمتع باللعب، المكسب والخسارة ده مش هو كل حاجة، فأعتقد هو ده الفرق، فكرة النضج يعني. بالنسبة لحضرتك ممكن يكون ايه الفرق وحضرتك بتلعبي في الدوري المصري وحضرتك بتلعبي في الدوري الألماني؟ هو بصراحة يعني كمان قبل الدوري الألماني لعبت في كذا دوري قبل كده، تركي والسويدي واليوناني. الدوري الألماني بصراحة يعني بالنسبة لي كان أقوى واحد، مختلف عن كل الدوريات اللي أنا لعبتها حتى الدوري المصري، لأن هو المستوى فيه عالي جدا، لعيبة كلهم يعني أحسن لعيبة بيلعبوا في العالم من دول مختلفة في أوروبا، وكمان فيه لعيبة صينيين ولعيبة يابانيين. بصراحة يعني لما روحت كنت شوية يعني حسيت بالفرق، وحسيت إن لا الموضوع مختلف عن أي دوري أنا لعبته قبل كده، بس الحقيقة تقريبا يعني مفيدة جدا بالنسبة لي في ألمانيا، لأن أكيد ما دام المستوى عالي ده يعلي من أدائي إن شاء الله ومستواي يعني. للأسف طبعا ما لحقتش أكمل الموسم معاهم اللي فات عشان أزمة الكورونا اللي حصلت، بس في الفترة اللي أنا لعبت فيها هناك حاسة إن أنا استفدت كتير لأن مستوى عالي جدا هناك. بالنسبة لحضرتك كان ايه شعور حضرتك لما حضرتك خدتي بطولة افريقيا وحضرتك لعبتي في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد ريو 2016؟ افريقيا دي كانت في تونس السنه دي، الكاس افريقيا دي بتاهلنا لكاس العالم، فانا كنت مبسوطه قوي بصراحه ان انا اكسب بطوله زي دي، عشان كاس العالم بالنسبه لي يعني بالنسبه لاي لعيب في تنس الطاوله يعتبر من اهم البطولات عندنا في تنس الطاوله، فالتاهل ليها حاجه مهمه قوي، فكنت مبسوطه قوي بصراحه بالميداليه دي الحمد لله عشان اهلتني لكاس العالم، وانا كمان نفسي اعرف احقق حاجه في كاس العالم، فدي فالتاهل ليها فرصه ان انا ألعب وأحاول أحقق حاجة إن شاء الله أحسن من قبل كده. بالنسبة للأولمبياد بقى أكيد برضو الأولمبياد بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، لندن يمكن عشان كانت أول أولمبياد كبار ليا، أنا كنت مبسوطة جدا بيها التجربة كلها على بعض، كمان الحمد لله توفقت هناك وكسبت ماتشات حلوة، وحسيت فعلا بأن الأولمبياد إيفنت يعتبر مختلف عن أي إيفنت تاني، الرياضيين كلهم متجمعين في مكان واحد، الصالة بيبقى فيها جماهير كتير جدا جاية تتفرج، وممكن تلاقي ناس يعني مش هم مش عارفينك وانت مش عارفهم بس بيشجعوك، فإحساس الأولمبياد إحساس فعلا حلو أكيد ومختلف. وبرضه أكيد كنت مبسوطة جدا أنا الحمد لله تأهلت الأولمبياد ريو 2016، وربنا يسهل إن شاء الله كمان طوكيو. مين اللعيبة اللي ممكن حضرتك بتحبي تتفرجي عليهم في رياضة البينج بونج؟ أو مين الأيدل بتاع حضرتك في رياضة البينج بونج؟ بحب قوي اتفرج على لعيبة كتير من الصين، لأن الصين عندنا هم يعني أقوى لعيبة في العالم، وهم أبطال اللعبة في كل حاجة في الأولمبيكس وفي بطولات العالم يعني، كل الإيفنتس اللي بيكسبوها تقريبا معظمها يعني. في لعيبة اسمها دينج مينج، هي لعيبة بتلعب بالشمال، أنا برضو بلعب بالشمال، انا بحب لعبها وبحب اتفرج عليها جدا. وفي لعيبه كتير برضو اوروبا بحب اتفرج على لعيبه من رومانيا، في اليزابيتا سامارا برضو بتلعب بالشمال، دانييلا بتلعب باليمين بس برضو بحب اتفرج على لعبها، في زميلتي المانيه معايا في النادي اسمها بتريسا سوليا برضو بتلعب بالشمال بحب اتفرج على لعبها، كل دول لعيبه بحبهم. ازاي حضرتك ممكن تكوني بتتمرني في فترة الكورونا، مفيش جيمات مفتوحة، مفيش أندية مفتوحة، ازاي حضرتك ممكن تكوني بتتمرن؟ انا الحمد لله عندنا ترابيزة في البيت، واخويا كمان لعيب تنس طاولة ومامتي وبابايا وكده، فالحمد لله من ساعة ما الأزمة دي حصلت وانا بتمرن كويس الحمد لله، كمان روابط شركة روابط اللي هي الراعي بتاعي او الوكيل يعني، هم موفرين ليا مدرب صيني كمان الحمد لله، فانا الحمد لله الفتره دي يعتبر بتمرن كويس جدا.
بالنسبة للياقة برضو يعني اكتشفت ان انا كنت فاكرة في الاول ان الواحد يا دوبك مثلا ايه هيعمل كده بس اي حاجة في البيت علشان يحافظ على لياقته ومستواه، بس اكتشفت لا ان ممكن تعمل حاجات كتير جدا يعني في البيت تعلي اللياقة كمان. فالحمد لله بعمل تمارين حتى لو في مساحة صغيرة مش كبيرة، بس في تمارين كتير الواحد لو واظب عليها ممكن يعلي من لياقته، والحمد لله انا شايفة ان انا يعني مش متأثرة قوي الحمد لله. ايه الاكتيفيتيز اللي ممكن حضرتك بتكوني بتعمليها لو ورا حضرتك ماتش مهم او بطولة مهمة؟ احاول ان انا اولا اكون مسخنه كويس قوي جسمي يعني قبل اي ماتش مهم، المفروض قبل كل الماتشات يعني الواحد يدي اهميه لكل الماتشات، مهم قوي ان الواحد يبقى فعلا جسمه سخن وهو نازل الماتش بحيث ان هو يبدا كويس ما يخسرش مثلا اول جيم بسبب ان هو ما كانش مسخن كويس او حاجه زي كده. تاني حاجه برضو التركيز، يعني غير بقى تسخين الجسم الدماغ برضو لازم تكون مركزه كويس قوي، مش بفكر في اي حاجه تانية غير الماتش، بقعد كده يعني دماغي استحضر مثلا لو لعبت اللعيبه دي قبل كده الخطه اللي انا عايزه اعملها احاول اتخيلها في دماغي قبل ما انزل الماتش بحيث اكون جاهزه ودماغي مترتبه وافكاري مترتبه، احاول ان انا كمان ما اشتتش نفسي باي حد تاني اي حاجه تانية بتحصل حواليا، على قد ما اقدر اكون بس في الزون بتاعي مركزه في الماتش بس. ايه الحكمه اللي ممكن حضرتك تكوني بتاخديها في الكارير بتاع حضرتك وحضرتك لعيبه بينج بونج؟ بص يعني هو في حاجات كتير بس ممكن يعني اقول لك الحاجه العامه يعني اللي انا ماشيه بيها مثلا الفتره دي هي ان انا المكسب لو جه بحاول ان انا برضو اتعلم منه، مش معنى ان انا كسبت ان خلاص انا كويسه وجامده قوي يعني، بحاول استفيد من المكسب ده، وفي نفس الوقت برضو اكيد انا كسبت بس كان في اخطاء فبرضو بحاول ان انا افضل اصلح في الاخطاء بتاعتي. لو خسرت ما ينفعش الواحد ييأس، بالعكس انا اتعلمت ان الخسارة ساعات كتير بتكون افيد من المكسب وبتكون يعني نقطة الواحد ينطلق منها بعد كده، ان هو لو يعني بتكون حافز ليا اصلا انا عشان خسرت، فببقى يعني متحمسة ان انا اتمرن اكتر عشان اثبت مثلا حاجة او ان انا ارجع البطولة اللي جاية اكسب، فبيبقى حافز ليا الخسارة. ف بس يعني هو الواحد ماشي كده يعني. هل ممكن حضرتك توجهيها للمبتدئين رياضة البينج بونج واللي بيحبوا حضرتك؟ يعني أقول لهم بس إن هم أهم حاجة يركزوا في التمرين بتاعهم كويس قوي، يعني قبل ما الواحد يفكر في أي بطولة أو إن هو عايز يكسب أو كده لازم الأول يعرف إن هو لازم يتعب في التمرين، مفيش حاجة بتيجي بسهولة، لازم الواحد يسمع كلام المدرب كمان، يعني أهم حاجة اللعيبة وهم صغيرين يكونوا بيسمعوا الكلام جدا ومركزين في الكوتش بتاعهم بيقول لهم ايه. وبرضه مهم قوي ان الواحد يحط لنفسه طموحات يعني سهله انها اللعيب يقدر يوصل لها الاول، وواحده واحده يبدا يعلي الطموحات، مش على طول مثلا افكر ان انا عايزه اخش منتخب او اكسب بطوله افريقيا على طول، لا يعني واحده واحده خطوه خطوه ان شاء الله يعني الموضوع ده يعني بيوصل كده واحده واحده للطموح الكبير إن شاء الله. أنا بحب أشكر حضرتك جدا، ده كان شرف كبير جدا ليا علشان نكون حضرتك معانا النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله حضرتك تجيبي ميدالية لمصر في الأولمبياد طوكيو إن شاء الله وبطولة العالم إن شاء الله. ميرسي جدا يا بودي، أنا اللي عايزة أشكرك بجد على الانترفيو ده، مبسوطة جدا أنا كنت معاك بجد. انا بحب اشكر جدا كابتن دينا على وجودها معنا النهارده، ده كان شرف كبير جدا ليا للشانل ان تكون معانا النهارده، حابب ابقى دايما على الدوس ازنكم بيها، وانت بدي في القناه مسج كامل لايك سبسكرايب وشير للفيديو عشان نوصل القناه برعمكم من سبسكرايب ونشوف الله بس كل ممكن، ورب ابقى دايما على الدوس ازنكم بيها، مع السلامه.